لا بإذن الله، لأن ضيفتنا اللي منورانا النهارده هي دكتور حنان الحسيني الصيدلانية. برحب بيكي معانا دكتور حنان. أهلا بيكي يا زينة، أهلا وسهلا. وطبعا كلنا متفقين إن الواحد يفقد وزن يعني على بعض الناس بيبقى شيء صعب جدا. يبدأوا منين؟ كل يوم بيطلع لنا أساليب جديدة للدايت، الكيتو، الصيام المتقطع، الكربوهيدرات، نفصل ما بينها وما بين الدهون والبروتينات، يعني أنظمة كتير جدا جدا. كلميني الأول كده، إيه أضرار السمنة اللي كلنا لازم نبقى عارفينها؟ طبعا السمنة يا دينا هي بوابة لكل الأمراض. دايما بقول إن السمنة هي مفتاح لأمراض كتيرة قوي تحتها. صح. زي إيه؟ زي الضغط، زي السكر، زي أمراض القلب، زي أمراض الجلطات والجلطات والأوعية الدموية. طبعا بنلاقي أمراض ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. فأي مرض من اللي أنا قلتهم دول يا دينا مرتبط ارتباط وثيق بالسمنة. وكمان الاكتئاب. أنا عايزة أقول لك في ناس كتيرة قوي لما بييجوا يخصوا معانا ومع الفريق الطبي يقول لك أنا ما عنديش الحمد لله أمراض عضوية، بس عندي مرض الاكتئاب، انا عندي احباط، عندي عدم ثقه بنفسي، مش عايزه اتصور مع حد، مش عايزه اتكلم مع حد، مش عايزه انزل، خايفه ان انا مثلا انزل حد يقول لي كلمه ما تعجبنيش، حد يتنمر عليا مش كويس. طبعا فعايزه اقول لك فعلا السمنه زي ما قلتي بوابه كبيره لكل الامراض، علشان نزود ثقتنا بنفسنا، علشان نبعد تماما عن الامراض وشكلنا طبعا يكون احسن وصحتنا كمان احسن، لازم نخس. بس بقى طريقة الخسسان هو ده اللي بنتكلم فيه، انه انا ممكن اخس بدايت قاسي بمشاكل كتيرة ممكن تكون مصاحبة. بالظبط، مشاكل كتيرة قوي مصاحبة للدايت، وتعملي مشاكل فيما بعد، شعري يقع، ضوافري تتكسر، بشرتي تتعجز وشكلها يبقى شكلي عجزت 20 سنة. وفي طريقة تانية انا ممكن اخس بيها، ولكن بخس بمنتجات كلها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، منتجات ملهاش اي اثار جانبية، ملهاش اضرار، تنفع اي حد يستخدمها حتى الاطفال، زي كورس الأناسيليوم اللي معانا النهارده. طيب كورس الأناسيليوم يعني محتاج شرح. أيوة. الكورس ده عبارة عن إيه؟ هل الكورس بيتضمن أكتر من برودكت، أكتر من منتج؟ أيوة. عايزاكي كده حنان تدينا فكرة عن الكورس. بصي بقى يا ستي، إحنا عندنا الكورس النهاردة، الأول هم عاملين عرض خطير، عرض رائع يا دينا، للناس اللي هي عايزة تخس من 10 كيلو ل 15 كيلو، بننصحهم طبعا بكورس الشهر الواحد من الأناسيليوم. ده بيبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن كبسولات الجرين كافي أو كبسولات القهوة الخضراء، معايا كمان كبسولات الأناسيليوم، ومعايا الفيتامين سمرون. الكورس ده عليه خصم 50% لأول 100 متصل على الأرقام اللي ظاهرة قدامهم على الشاشة، هياخدوا خصم 50%. ومش بس كده، احنا معانا كمان هديتين، معانا كريم البشرة وكريم العظام. ده أول كورس معانا. الكورس بقى التاني، الناس اللي عايزة تخس 15 كيلو فما فوق بنتكلم، وطبعا الناس اللي عايزة تخس 10 كيلو وعايزة بقى ايه ترتاح، يعني تبقى في براح كده في النزول في الوزن، ينزلوا أكتر علشان بالزبط. لما اللي هي الوزن لما يرد تاني سنة بسيطة سنة. يبقى هم بالظبط، يبقى هم في خلاص من الزياده كلها بالظبط في السيف سايد. وعايز اقول لك على معلومه مهمه قوي برضو يا زينه، بمناسبه كورس الأناسيليوم، احنا ما عندناش ان حد ينزل في الوزن ويرجع تاني، دي مش موجوده ابدا اطلاقا. ده عيب من العيوب اللي موجوده في بعض منتجات التخسيس اللي بتبقى مجهوله المصدر، انه يقول لك انا خسيت ولكن خسيت 10 كيلو رجعتهم 15 كيلو.